كما قال أحدهم بينما يتجادل علماء اللاهوت في أمور اللاهوت يتسلل البسطاء إلى ملكوت الله. المسيح اصطدم مع القادة الدينيين، كرهوه من أول لحظة، مش يسمعوا شو هذا التعليم الجديد لعلهم يخلصون، لدرجة إنه شافوا معجزات ورأوا قوات وأدركوا إنه هذا الشخص عجيب متميز فريد، لكن الكراهية والحقد أعمت أذهانهم وقلوبهم أيضا. في مرة هنا في منطقة الهيكل جابوا امرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني، وعمالين بجربوا يسوع المسيح أنه ينبغي أن مثل هذه ترجم. والمسيح علم الشيء الصحيح وساند وساعد هذه المرأة الضعيفة. السؤال، أين الرجل؟ لماذا لم تحضروا الرجل؟ ما هو الدافع من هذا السؤال؟ كانت الفكرة أن يجربوا يسوع حتى يقع في إشكال مع الإمبراطورية الرومانية. المسيح قال لهذه المرأة اذهبي ولا تخطئي، لكن من ناحية تانية فضح العدالة العرجاء والرياء الملون المبرقع في حياة هؤلاء الفريسيين، لدرجة أنه من نفس هذا الجبل، جبل الزيتون، أقام إلعازر في بيت عنيا، أقام إلعازر من بعد ما أنتن 4 أيام، وكل البلد عارف عن المولود أعمى، لأنهم قالوا أليس ألم يقدر هذا الذي فتح عيني المولود أعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ وقف المسيح أمام قبر إلعازر وقال إلعازر هلما خارجا. بدل ما يؤمنوا بالمسيح، تصوروا، ابتدأوا يدبروا المكائد للتخلص من المسيح، والأخطر إنه حاولوا بدهم يتخلصوا حتى من إلعازر اللي أقاموا من الأموات، لأن الناس كانت تؤمن بيسوع المسيح. فعلا سماهم المسيح عميان، قادة عميان، سماهم قساة القلب الغير مؤمنين، وبخ عدم إيمانهم. وهذا الصراع اللي كان مستمر بين المسيح والمتدينين. من هذا الجبل وقف يسوع وقال أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدي. حكم على هذه البلدة العاصية الغير مؤمنة، حكم عليها طبعا بالدمار، وفعلا اتدمرت في سنة 70 ميلادي، إذ قال هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. هذا البيت اللي عم بتقوموا فيه كل النشاطات الدينية من ذبائح وتعليم وإرشادات أيها المرائين، هذا البيت رايح يتدمر. وفعلا تمت نبوة يسوع المسيح. في إنجيل لوقا قال لهذه البلدة لأنك لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. قال يسوع ليس كل ما يدخل فم الإنسان ينجسه. قال يسوع من القلب تخرج الأفكار الشريرة، من جوة شو هو الدافع. وهذا اللي المسيح فضحه في حياة هؤلاء القادة الدينيين. لكن المسيح تكلم مع الجموع، قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. ليس كنير الفريسيين أحمال أعباء حطوها على كاهل الناس، وقال يسوع ولا حتى بدي حركوها في إصبعهم، لكن نير المسيح خفيف وهين. وهي الدعوة لإلك، ألا تقبل إلى يسوع المسيح؟